السلام عليكم. وعليكم السلام لاباس. من الساكنه ديال درب الرباط. اليوم تقدمتوا للجريده المحمديه بريس بخصوص الشكوى، نعرفوا الشكل ديالها. الشكوى ديال هذا السيد جا بنا بنا عشوائي، لا والو، دار 14 ولا 15 عشوائي، تيبني على السبت والحد بشهاده السكان. السكان كلهم تيشهدوا عيالات ورجاله. بدا تيصوب شي عمود الفوق، قلنا ليه حنا السكان شنو هذا الشيء تدير؟ قال لك غندير مدرسه ديال الانفورماتيك. شويه تصبح ريزو. ناضنا السكان مشينا عند القيدها الوثائقيه كلها. ما جاش عندكم وخذا بغى ياخذ الموافقه ديالكم. لا معنا ما تذكر معنا، قال لك غندير مدرسه ديال الانفورماتيك. ملي جينا نشوفوا لقيناه داير الريزو. حنا السكان كلنا تجمعنا ومشينا عند سعاده القائد، القائد دار الاجراءات ديالو لو 23/6/2011. هذا كيزيد ريسبسيون. الفحوه ديال العريضه هذه. هذه بان هذا الشيء تيضرب السكان، عندنا ناس مراد، عيالات مراد، كاين اللي تدير دياليز، كاين اللي فيه مرض السل، كاين اللي فيه مرض القلب، كاين اللي فيه السكر، اكثريه صازي ديابيتيك. وحنا بغينا الى حقنا بغينا هذا الشيء يحيد لينا من هنا، الله يكثر خير. ريزو راه فينا وداروا لينا وداروا لنا واحد اخر. حنا جوج ديار هنا وهذا الدرب مضرورين، ما بغيناش الريزو. كلشي مريض، ولادنا وحنا وكلشي مريض، ما بغيناش هذا الريزو. اذا شنو اللي كطلبوا دابا؟ شنو اللي كطلبوا؟ ما باغينش الريزو. ما باغينش الريزو. ما باغيتش الريزو. دابا يحيدوا ما يحيدوش، غتنوض المظاهره. الريزو حنا مراد. ايه حنا مراد ما قديناش عليه. ايه لا حنا لا ولادنا. نبغيو نعرفوا مول هذا السيد هذا اللي يتكلف بهذا الريزو هذا، واش جا استشر معكم خذا الموافقه ديالكم؟ بلا موافقه حتى ديال شي واحد. بدون موافقه. بدون موافقه. حتى واحد في الدرب هنا بدون موافقه. يعني نبغيو نعرفوا الحاله الصحيه ديالك مقابل هذا الريزو هذا اللي غادي يدار او لا يقدر ما يدارش. مراد مراد. اكثر مضرورين اكثر من هذا الريزو، حيت الريزو جا فوق الدار عندنا. زيادة على هذا الشيء، زيادة على داك الشيء اللي قال السيد الاخر، بان هذا السيد مشى دعا الوالد. الوالد راجل عنده 80 عام، ديابيتيك، عنده طونسيون، عنده انسوفيزونس رينال، دعا وصلوا عند البوليس بتهمة اشنو الله اعلم. ملي مشى عند البوليس قال لهم بان هذا السيد عملية تخريب، تخريب ديال اش الله اعلم، شكون قطع عليه هذا الشيء. اليوم جاو ثاني كيحطوا الريزو هنايا. حنا كنطالبوا من الناس باش نعرفوا شكون اللي وراه هذا السيد اللي وراه اللي داير هذا الشيء كامل، اللي هو تحدي السلطه وتحدي كل شيء. نعرفوا شكون اللي عطى الرخصه باش بنا هذا البني العشوائي، وموافقه ديال من دار هذا الريزو، الموافقه ديال من يعطينا رخصه، يعطينا حجاج. السيد ملي كان كيبني في هذه الدار، جا القايد ديال المقاطعه اللي حنا تابعين ليها، وجاو وهرب الخدام الله اعلم واش نقصهم ولا طير ولا كيفاش دار ليهم. دابا لمده عام تقريبا عاد جا كمل البني، كون كانت عنده الموافقه ما غاديش يخبر 6 شهور ولا عام، عاد يجي يكمل البني. كملها جا حط الريزو هنايا. الطريقه ديال تركيب الريزو كيفاش تمت في هذا المنزل هذا؟ طلعنا عليه من فوق الدار، حيت الريزو راه عندنا في الدار ماشي في داره هو، في دارنا حنا. الريزو راه عندنا في الدار. طلينا عليه قلنا له السي جمال ولا السي ما عرفتش شنو، هذا شنو كدير هنا؟ قال لك حقا كنعلق بانو ديال بيبليسيتي، باغي ندير لوكاسيون دو فواتيو. دوا معاه عندي خويا كيدير دياليز، وصلوا اليوم البوليس حتى هو. قال لك لا كندير لوكاسيون دو فواتيو. ما جينا فين نشوف العشيه من خدامينا، لقينا الريزو واقف محطوط مسالي شاغل. دابا هذه مده عام، البارح وصل الوالد البوليس. واش تهديد واش اشنو الله اعلم اشنو هو كيهضر. واش كتعرفوا على هذا السيد هذا اللي قام بهذه المسائل؟ ما كنعرفوش حتى نزل علينا من السما. واش هذا من الساكنه القديمه ديال درب الرباط؟ او لا يلا عاود شرا هنايا ولا اشنو؟ عمرنا ما شناش، راه هاد السكنه قبل ما عرفناش حنا كاع شكون اللي شرا تبدا يبني. ملي ما تصدع مع المخزن قبل ثاني 6 شهور ولا 7 شهور. ومن فوق هذا الشيء خلى داك الشيء هكاك مخرب، طلع تشوف الدار كي دايره كلها مخربه. وجا هنايا واحد النهار وجلس عليه، صاله طالع عليه بمليون ونص الفلوس. وجا وطلع وقال لي صافي ما كاين مشكل، وما واجهناه ما والو. حتى جا دابا هو صدق داعي الوالد، ما خديناش عيب. يعني كي كتشوف انتم هذه المساله هذه شحال خاص شحال هذا الشيء يحيد، راه عندنا جوج ريزوات، راه الدار كلها عمرات مزيان. اذا شنو هي الكلمه اللي كتوجهوا للسلطات المعنيه بالمحمديه؟ السلطات المختصه دير حل هذا الشيء وتوقف هذه المهزله، هذه راه مهزله ولينا عايشين فيها. اذا حنا ماشي ضد بالنسبه للريزو اللي قدامنا هنايا واللي ربما دار من شحال هذه، واش مولين هذيك الدار خداو الموافقه ديالكم؟ ما كاين حتى شي واحد، ما كاين حتى واحد خدا الموافقه. وهذاك هذاك السيد يعني كي كتشوفوا انتم جوج ريزوات في واحد الحي ضيق والكثافه السكانيه هذا السيد مسك عليه الله لاباس عليه، وكاري الدار كلها طفت كلها كره، ما ساكنش حتى هنايا كلها كره. هذوك مازال ناس يتامى، ناس دراوش، حنا نعاونوهم حنا نساعدوهم. اما
هذا السيد هذا تاجر مسك عليه الله ودرنا هذا الكريتو على الدماغ. والدينا مراد، ولادنا مراد، حنا مراد، فينا السكر، فينا الملح، فينا كل شيء. ما ضد هذا الرزو؟ انا ضد هذا الشيء، تطلبوا من الله وسيدنا والحكومه ديال السي عبد الله بن سلام دير لنا شي حل مع هذا السيد. اذا ما شنو هي الرساله ديالكم؟ الرساله ديالنا انه يعفينا من هذا الشيء، الله يكثر خيرك. راه مردينا وليداتنا ووالدينا، راه الناس كلها مراد، هذا الشيء تنطلبوا. شنو هي الملابسات ديال الحادث اللي وقع البارح اليوم؟ الملابسات هذا السيد تيدير تهم هكا كيديه، يعني كل خطره كل خطره. حنا دابا حنا غدا دابا قيد واحد السيد اسمه أبو الله سعيد، غدا غيقيد بحدادي عبد الرزاق. علاش؟ حيت حنا تنتكلموا باسم السكان، وحنا هنا ها السكان هما كلهم تيسمعوا.